هذا سؤال مهم كثير، يجون في العيادة ويقول لك يا دكتور أنا أبغاك تعالجني من السمنة كل شيء. فهذا طبعا زي ما قلت، زي ما تفضلت، يعني غير دقيق وغير صحيح، لأنه كل واحد عنده تخصص، وعندنا أخصائيات تغذية ما شاء الله دارسين ومتمكنين ودرسوا على الأقل 5 سنوات أو أكثر، وعندهم خلفية كبيرة. فباختصار يعني لا توجد حمية تناسب الجميع، فما يناسبك لا يناسب غيرك. فهذا يدل انه لابد تروح للمختص يشوف ايش الامراض اللي عندك، ايش يناسب حياتك، ايش قدرتك، ايش جربت من حميات سابقه وفشلت معاك، يعطيك طرق اخرى، تفاصيل جدول احتياج يومي. ولكن انواع الحميه كثير، يعني في انواع منها، يعني بعض الحميات اللي هي حميه منخفضه السعرات الحراريه، ان اخصائي التغذيه تحسب احتياجك اليومي من السعرات الحراريه بحسبه معينه، وتنقص من الاحتياج اليومي تقريبا من 500 إلى 1000، وتعلمك كيف تحسب سعراتك الحرارية والاحتياج اليومي. في طرق أخرى أو حميات أخرى، منها حمية البحر الأبيض المتوسط. طبعا هذه يعني ما أسمعها تذكر كثير من الناس ومن المرضى ومن أخصائي التغذية، لكن هي حمية ممتازة جدا، خصوصا ثبتت فعاليتها لمرضى القلب والشرايين ومرضى السكري. طبعا هي حمية جاية من أهل المطلين على البحر الأبيض المتوسط، لأنها غنية بالخضروات والفواكه والزيوت الصحية والحبوب الكاملة والألبان والأجبان وبعض أنواع البروتين المفيدة. وكذلك في حميات أخرى ممكن تفاصيل أكثر زي ما تفضلت، ممكن خصائص التغذية.